قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سلطته تكبدت ما وصفته بالأنظمة الداعمة للإرهاب ثمنا باهظا خارج حدودها بحسب قوله. جاءت تصريحات نتنياهو بعد ضربات عسكرية إسرائيلية استهدفت سوريا وتحديدا محافظة حمص، حيث قالت مصادر مخابرات غربية إن الضربة استهدفت قواعد جوية تستضيف قوة إيرانية. أذى وقتل مستشار عسكري ثاني للحرس الثوري الإيراني بعد قصف جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية دمشق يوم الجمعة الماضي. وقالت وكالة أنباء مهرة الإيرانية إن المستشار الثاني أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي السابق، وقتلت الضربة الجوية والتي تعد سادس هجوم لإسرائيل بسوريا في آذار ميلاد حيدري، وهو مستشار عسكري آخر وضابط بالحرس الثوري. من دمشق رحب معنا بالكاتب والصحفي مهند الظاهر، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد مهند، كيف يمكن الحديث الآن عن مسألة حدود ردات الفعل بالإضافة إلى التطورات الأخيرة تحديدا في الشق ربما السوري العربي، وبالتالي هل هناك أصداء تتحدث عن إمكانية الحديث عن هذه النتائج وهذه التداعيات لهذه الضربات؟ يعني مرحبا أولا جميعا، كل عام وأنتم بخير في قناة المملكة، العاملين بها الموظفين شكرا لكم. يعني طبعا دائما نحن نقول يعني سوريا عندما تتحدث عن موضوع الرد في المكان المناسب والزمان المناسب، أعتقد بأن البعض لا يرضى من هذا الكلام ولا يقبل من هذا الكلام، ولم يعد حتى أنه مقبولا حتى لدى حتى المواطن السوري. ولكن يعني أنا لدي معلومات تتحدث عن أن فعلا حقيقة هناك ردود في أماكن معينة، ولكن هذه الردود ليس وقتها الآن، وهذا الكلام يتعلق بسنوات قادمة إن شاء الله في السنوات القادمة. وأنا عندما أتحدث عن سنوات لا أتحدث عن مواجهة محدودة، أتحدث عن مواجهة شاملة مع العدو الصهيوني من قبل سوريا ومحور المقاومة في محور المقاومة. هذه معلومات ولا أتحدث لا تحليلات ولا غيرها. وبالتالي أنا أعتقد بأن يعني سوريا قد تتلقى الضربات حاليا وقد تصمد هذه الفترة، وأعتقد بأن يعني في محور المقاومة هناك خطة أخيرة يعني للمواجهة، ولكن هذا الكلام ربما يكون سابقا لأوانه. بالتالي أعتقد بأن يعني الدولة السورية ستعاني من هذه الضربات، وأعتقد بأن الكيان الصهيوني ما يفكر به هو على الشكل التالي، وأعتقد بأنه يعني حتى في صحافته يعني يتحدث عن موضوع تقريبا 1000 ضربة للإيراني في سوريا لأنه يتواجد في سوريا، وبالتالي هذه لا تذهب به إلى مواجهة مباشرة معه، يعني ضربات موجعة ومؤلمة لكنها لا تستدعي ردا كبيرا. مواجهة مباشرة مع من سيد مهند؟ يعني مع محور المقاومة سواء إيراني أو سوري، وبالتالي نحن يعني في محور المقاومة بشكل عام وسوريا تحديدا مؤكد بأننا سنواجه. ولكن أنا أعتقد هذا الكلام موجه إلى فترة معينة يعني أو مؤجل إلى فترة معينة، لذلك أعتقد بأن الردود ستكون محدودة الآن وستكون ربما في قواعد الأمريكي في أكثر من منطقة. نذكر نحن هجوم التنف، نذكر ما يحصل في حقل العمر حيث تواجد في حقل كونيكو، في هذه المناطق التي يتواجد فيها الأمريكي والتي لا يصرح حتى الأمريكي عن طبيعة المواجهة أو طبيعة الخسائر التي يتلقاها على يد المقاومة الشعبية في تلك المنطقة. نعم. الأثر الذي يمكن الحديث عنه يعني بشكل أو بآخر على المستوى السياسي أو حتى على مستوى الشارع في سوريا من جراء تلقي مثل هذه الضربات في سوريا، ولو حتى وإن كانت الأهداف المقصودة هي أهداف إيرانية بشكل واضح بحسب التصريحات وبحسب كل مرة يتم التصريح فيها من قبل جانب دولة الاحتلال، هل هناك أثر على مستوى سياسي، أثر على مستوى شعبي يمكن الحديث عنه؟ يعني حقيقة لكي أكون صادقا، ويعني أنا أعتدت أن أتحدث بالمنطق ولا أريد أن أتحدث بالعواطف، يعني لا يوجد مواطن سوري إلا وله امتعاض من عدم الرد وامتعاض من عدم
يعني التصريح حتى في طبيعة هذا الرد أو كيف سيكون الرد أو أن يكون هناك رد، كل هذا الكلام مؤكد بأن المواطن السوري يعني منتعب من هذا الموضوع ويعتبر بأن هذه تعتبر يعني نوع من الإهانة للدولة السورية ولحلفاء الدولة السورية. الإيراني أولا يتواجد على الأراضي السورية بطلب من الدولة السورية، وأيضا هذا يعني يعتبر هو يعني ضربة لسوريا حتى وإن كان يستهدف إيرانيا. وبالتالي أنا أعتقد بأنه نعم هناك على الصعيد الشعبي نعم هناك، ولكن على الصعيد السياسي لا أعتقد أن هناك ما يمكن أن يؤثر بالشكل الكبير جدا جدا. قد يكون هناك بعض الحديث في السياسة، لكن أنا أعتقد بأنه لا يمكن أن يؤثر بشكل كبير، خاصة وأن الدولة السورية الآن أو بعض يعني كثير من المواطنين باتوا يفهموا بأن الدولة السورية استنزفت خلال السنوات الـ12 التي مرت في هذه الفترة، ويعني نهبت قواعدها الجوية واحتلت من قبل الجماعات الإرهابية وخربت، وأعتقد بأن بناء قواعد جوية أو غيرها. الآن الحديث يتحدث عن موضوع ماذا سيفعل الروسي، هل سيفعل صواريخ الـS-300، هل يمكن له أن يكون هناك رد. أعتقد بأن الموضوع هنا يعني يكمن بيت القصيد، لكن أعتقد كما قلت قبل قليل يعني كل شيء بالنسبة للدولة السورية مؤجل، لأن هناك وقت معين يقال فيه ما يمكن أن يقال ويرد فيه في اللحظة المناسبة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة من دمشق، كنت معنا الكاتب والصحفي مهند الظاهر، شكرا لك.